عمر من السعودية يقول أن هناك امرأة وجدت 50 ريالا في الحديقة وسألت عنها ولم تلقى يعني أو لم تجد صاحب هذا المال، فماذا تصنع؟ هل تأخذ المال لنفسها أم تبقي في مكانه أم تطيل مدة التعريف؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه اللقطة مما تلتفت لها همة أوساط الناس، وما كان كذلك فالواجب تعريفه لمدة سنة، فإن أتى صاحبه وإلا فهو للملتقط. وعلى ذلك نقول أخت الكريمة يجب عليك أن تعرفي هذا المبلغ سنة كاملة، فإن أتى صاحب هذا المبلغ وإلا فالمبلغ لك. والتعريف في وقتنا الحاضر أصبح ميسورا، بالإمكان وضع لافتة في الحديقة التي وجدت فيها هذا المبلغ، عثر في هذا المكان على المبلغ نقدي، ولا تقول 50، مبلغ نقدي، فمن كان له فليتواصل على هذا الرقم. وإذا لم يتصل عليه أحد خلال سنة فتكون قد قامت بواجب التعريف ويكون هذا المبلغ لها. نعم.